اصل صافا لاباس عليه كيسلم عليكم ولما كيشبه كيشبه ليا فوتوكوبي وهاد المساله مقلقه امال دونك ما ديري فراسك والو امال صافي كندير بزاف ديال الحوايج فعلا ما بين الرياضه ما بين الخدمه ديالي ما بين كيف ما قلتي وجه اعلاني ولكن هاد المسائل كلها مرتبطه مع بعضياتها فبالتالي انا ما تنبذلش مجهود كاين مساله ديال التنظيم ديال الوقت ولكن ما تنبذلش مجهود كبير النهار ديالي تيبدا عادي كنبداه بالرياضه كنوصل بنتي للمدرسه كنبداها بالرياضه ومن بعد كنمشي لخدمتي نهار كامل عاوتاني ومن بعد كندخل بكري لداري وكنجلس مع لافامي ديالي وكنجلس مع دونك غير مساله انك تنظم وقتك وتعيش كيف ما تنقولوا يكون عندك ايجين دو في زوين يعني حياتك ما فيهاش شي حوايج اللي برستوك ما فيهاش تخرج بزاف ما فيهاش واش فهمتيني يعني فوالا عارف راسك شنو باغي مركز على داكشي اللي كدير وبيان سور المساله ساهله